أنا قبل ما أدخل خدمات أدي مناشدة خاصة. تفضل على راسي. مرضى السرطان والله العظيم جاي يتعرضون للقتل العمد، وأنا سبق وأن خبرتك بس الظاهر المشاغل أو البرنامجات يعني أريد حلقة خاصة من عيونك، لأنه أستاذ علي علاج مرض السرطان الله يشفيكم الشر يعني مقطوع صار سنة وشهرين في كربلاء، في كربلاء علاج اسمه تعشقنا 200 علاج اسمه تعشقنا 200 نشتري حاليا والله الكريم في 160 ألف بالشهر. يعني في كربلاء المقدسة هذا العلاج اختفى من المستشفيات كربلاء بالعراق كله، بالعراق كله. طيب بقيت تشتروا من الصيدليات من الخارج او المداخل الاخرى؟ وزارة الصحة اكو عدة علاجات مقطوعة من ضمنها تعشقنا 200 تعشقنا 150 الكليفيك جابوا لنا تركي قسم للمرضى فبرايس ما يجيبوا نهائيا علاج هذا ذابي، لان هذا يقول لك المريض مرحلة رابعة خلي يروح للقبر قبر. لا حول ولا قوة الا بالله، والله العظيم جريمة. ثق بالحسين، حتى وزير الصحة انا قابلته انا بكربلاء عن طريق الصدفة. طيب وقلت له يا حضرة الوزير انت بعدك جديد استلمت الوزارة ونتأمل بك الخير، ذولا مرضى السرطان مو شعبكم، لا خليت محافظ لا اعضاء مجالس النواب العفو لا مسؤولين لا، والله العظيم ضميرهم مع احترامي للبعض ميت ما يحكون ساكنة، يعني معقولة؟ طيب. مريض السرطان يبقى بلا علاج سنة وشهرين بأي دولة هاي بالعالم؟ مستحيل. حتى بكردستان ما صاير. بالعكس لازم تكون لهم رعاية خاصة، تجديد أكثر بالإجراءات الصحية المتبعة بالمستشفيات. أستاذ علي مو يقولون كورونا وكورونا؟ ذولا المفروض يهتمون بهم، لان اول ما يصابون بكورونا ذولا مناعه ما عندهم. بالضبط. زين ارجعت استاذ علي، احنا بالنسبه لنا عوائل هذا اللي احكي لك مو مساله شخصيه بس رغم انه المساله الشخصيه تهمني بس هي مساله عامه يعني هذه يعني بس هاي مشكله عامه صح. هاي ثق بالله العظيم نساء تجي تبكي وترجع من يم الدكاتره، ايش يسوون الدكاتره جزاهم الله خير؟ احنا عندنا مركز استاذ علي، هل تسمع الحكومه يا رئيس الوزراء أسالي بتركيا خلي يسمع، رئيس مجلس النواب خلي يسمع، رئيس الجمهورية الحامي الدستور خلي يسمع. طيب. احنا عندنا مركز الأورام، مركز الإمام الحسين للأورام وأمراض الدم بكربلاء. صح. ما بنيت الحكومة العراقية ولا خف الله عليهم، بنيت فاطمة الفسنجاني وألف رحمة على روح الفسنجاني، فاطمة أكثر غيرة من عندهم.